السادة المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزير البيعة والمياه والصيد صديق عبد الكريم يقدم بيانا بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الصحو والجفاف والذي يصادف 17 من يونيو من كل عام. شبكة جمعيات حماية الطفل تحتفل بيوم الطفل الإفريقي وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل والمرأة وحماية الطفل. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير. أشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو يوم أمس عقب تلقيه التحية من قبل أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أشاد بجهود رجال الدين الإسلامي في مجال التعايش السلمي ونشر ثقافة السلام بين أبناء الوطن. كما وجه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو نداء إلى جميع أبناء الوطن إلى نبذ التفرقة ولم الشمل. نتابع خطاب رئيس الجمهورية بترجمة الزميل أحمد إبراهيم. Monsieur le Président du Conseil supérieur des affaires islamiques, distingués membres du Conseil supérieur des affaires islamiques, mes chers frères. السيد فضيلة الشيخ رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، السادة أعضاء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الأعزاء، أخواني الأعزاء، أود في بداية خطابي أن أشكر الله عز وجل الذي غمرنا بواسع رحمته خلال شهر رمضان المبارك. اسمحوا لي أيها الإخوة العلماء أن أعرب لكم عن امتناني للأمنيات الطيبة التي قدمتموها لي ولعائلتي المتواضعة وللجمهورية بأكملها، وفي المقابل أقدم لكم أطيب تمنياتي بالمزيد من العافية والصحة والسلام الروحي للبلاد بأكملها أفراداً وجماعةً. السادة العلماء المشايخنا الكرام، ليس هناك حاجة لمناقشة مطولة للوضع الاقتصادي والمالي لبلادنا تشاد. أنا مقتنع بأن كل عامل يعرف مختلف الحالات والظروف التي تواجه تشاد في السنوات الأخيرة. زول ما بعرف الحالة التي تمر بها الآن تشاد ده ما فيه، سواء كان عامل أو مواطن ساكن. أخواني الأعزاء، لهذا الشرط الأساسي للأمل فمن الضروري إضافة عدد معين من العوامل التي تحدد وتساعد على تنمية بلادنا تشاد. أنا بالفعل أشير إلى الاحترام والصرامة في إدارة مواردنا المحدودة. إن اشتراط التحلي بالأخلاق الوطنية والجمهورية باعتبارها العامل الأساسي للتقدم يجب أن تكون سواد بت ملزمة لجميع المواطنين والمواطنات، كما ذكره هذا الصباح مفتي الجمهورية أنه انشغالاته التي اهتم بها هذا الصباح أنا أعتبرها انشغالاتي أنا شخصيا، لأن الشخص الذي لم يخاف لم يحترم أموال الدولة إدارة شؤون الدولة، الإنسان اللي بيعمل مثل ده هو بلا شك شخص ما بخاف لله ذاته. النادم البخاف لله لازم بخاف أيضا للشيء لممتلكات هنا الوطن وهنا الدولة هنا الشعب التشادي. من هذا المنظور يجب أن نكافح الفساد بشدة وسوء الإدارة ونهب الموارد الأمن والفوضى بكل أشكالها. يجب أن تكون سلطة الدولة في هذا الصدد واضحة تماما وبشكل كامل. ستقوم الدولة وبقوة بقمع وضرب بدون شفقة أو تهاون كل أولئك الذين يتصرفون ضد قوانيننا. في هذا الكفاح أنا أدعوكم كزعماء الدينيين أن تساعدوا الحكومة. أخواني الأعزاء، يجب أن تكون هيبة الدولة وسلطان الدولة واضح تماما حتى تقوم الدولة وبقوة لكل ضد كل المخالفين. تقوم بحربة بقوة وبقمع بدون شفقة ولا رحمة لهؤلاء الذين يخالفون قوانين البلاد. وفي هذا الكفاح يتم أيضا طلب مساهمتكم وتدخل جميع القادة الدينيين بصفتكم كقادة روحانيين. سيكون عليكم القيام بالكثير من التربية الروحية والدينية من الأساس. وأنا أعلم
أن قادتنا من الطوائف الدينية المختلفة يقومون بالفعل بطريقة رائعة جدا بهذا الأمل لتوعية المؤمنين بضرورة تبني السلوكيات الفاضلة والمدنية والحضرية. أخواني الأعزاء العلماء، أنا أقدر تماما وزن وحجم الأمل الذي تقومون به في المساجد المختلفة. في خطبكم ومواعظكم كنتم تنقلون دائما رسائل الاستقامة الأخلاقية والسلوك الحميدة في الحياة الاجتماعية في بلادنا. إن مهمة الدعوة هذه ضرورية لنا جميعا ولتقدم بلادنا، لذا أدعوكم لمضاعفة جهودكم في السعي وراء هذه المهمة النبيلة والمقدسة بشكل بارز. سيد رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أخواني الأعزاء العلماء، قبل أن أختتم خطابي أود أن أتقدم إليكم بالشكر مرة أخرى على جميع الخطوات والأعمال الجديرة بالثناء التي قمتم بها من أجل المصالح العليا والعظيمة لبلادنا تشاد. نحن دائما بحاجة إلى صلواتكم وابتهالاتكم ودعواتكم. لدي اقتناع عميق بأنه لا يمكن بناء أي عمل دائم وتواصل بدون طاعة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وبهذا أتقدم بالتهاني القلبية والصادقة والأمان الطيبة لجميع التشادين داخل البلاد وأولئك الذين يعيشون في القارب المقتربين، ولجميع المسلمين في إفريقيا وبقية دول العالم، وأشكركم وعن كل عام وأنتم بخير. Je souhaite une excellente fête de Ramadan à tous les Tchadiens de l'intérieur du pays et ceux de la diaspora. احتفل يوم أمس سكان مدينة مسكوري حضرة إقليم حجر الميس، احتفلوا بعيد الفطر المبارك كغيرهم من المسلمين في تشاد. كان ذلك بحضور حاكم الإقليم الدكتور أبو بكر جبير أبو بكر والمسؤولين الإداريين والعسكريين ورجال الدين. الزميل ياسر محمد آدم عدنا التقرير التالي. حفل صلاة العيد بمدينة مسكوري حضرة إقليم حجر لميس وسط جمع كبير من المسلمين يترأسهم حاكم الإقليم أبو بكر جبريل أبو بكر. احتفل سكان مدينة مسكوري بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك بدءا بأدائهم صلاة العيد. وبعيد الصلاة تقدم إمام الجامع العتيق وهو الرئيس الفرعي للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالإقليم الشيخ مصطفى علي أحمد، تناول في خطبته أهمية الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في البلاد، ومن ثم توجه أعضاء المجلس بزيارة للحاكم بمقر إقامته لتقديم التهاني والتبريكات له ولأفراد أسرته ولرئيس الجمهورية. حاكم إقليم حجر لميس أبو بكر جبريل أبو بكر أثناء تداخله تناول عدة نقاط. هذا الدعوة الحب الجميل اللي أنت عم تقوله إن شاء الله ننقلها لسيادة رئيس الدولة، ونأكد لكم أن هنا أن الدولة هي واقفة بالجانب دولة من رئيس الجمهورية، إلى أننا إذا ما وقفنا أمامكم وأننا كان هنا خالفنا رئيس الجمهورية، إن رئيس الجمهورية بالذات هدف الأساسي ده أن قائم مع هذه الجهات، خصوصا رجال الدين هو واقف معهم وقف رجل واحد ومساعدهم ومتعاون معهم في كل كبيرة وصغيرة. وبعد ذلك تقدم الحضور بتقديم التهاني للحاكم وكبار المسؤولين بالمنطقة. قدم صباح اليوم وزير البيعة والمياه والصيد الصديق عبد الكريم حجار قدم بيانا باسم الحكومة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف والذي يصادف على 17 من يونيو من كل عام، حيث تناول الوزير في هذا البيان جهود الحكومة في مجال مكافحة التصحر. نتابع ما بيان الوزير في ميكروفون الزميل هارون أبعد. يوم 17 شهر 6 2018 يكون يوم لل lutte contre la désertification ou la sécheresse. وده يوم عالمي، وكل كل البلدان في العالم يحتفلوا بهذا اليوم وتشاد من ضمنه. والمهمة عن اليوم ده
زي ما تعرفوا بلدنا من الدول اللي قاعد عندها كونسيكونس كتير في ديزرتيفيكاسيون والسيشرس، وده يسبب عدم هنا المويه هنا الجيش والبهايم كله بموتوا. عشان ده أنا قلنا نحتفلوا بهذا اليوم، لكن قلنا الناس كلهم يقوموا، ناس الأسكار ناس السيفيل أي نادم يقوم يحاموا البيئة، نسوي أشجار في تشاد كله كي خلي نسوي بروجرام هنا فورستاسيون كبير نزرعوا فوق أشجار، وعشان كان ده ما سوينا ده كونسيكونس هنا وده يبقى كتير زيادة. حاسة ذاتها كي تشاد قاعد بعاني خطورة كتير مرة واحد من سيشرس ده، 280 ألف ناس ماتوا بسبب أنا سيشرس. ما في تشاد بس في العالم كله، لكن تشاد ده يعني من الدول اللي عندها كونسيكونس بلين زيادة في السيشرس. عشان ده خلي الناس ده كله يقوموا، وأمباكر ده يكون يوم العالمي لنحاربه ضد الدزير وضد السيشرس، وسوليسيون آخر ما في إلا بس أشجار، ما يقتل أشجار ويتربى أشجار جدد. وحول الأضرار الناجمة عن التغير المناخي وتعسيره على البيئة والإنسان وجهود المنظمات المحلية والدولية في هذا المجال، عد الزميل عبد الله هارون التقرير التالي. خلال تجمع الشباب على عيد خبراء في مجال البيئة وبدعم من الشركاء وخاصة السفارة الفرنسية لدى البلاد، حيث شارك عدد من الشباب عبر جمعية الساحة الخضراء في المؤتمر الدولي لمسرح الأطفال حول التغير المناخي كوفينتي. وقد شهد المؤتمر مواضيع تتعلق بالتغير المناخي وتأثيره على الشعوب وإزالة الغابات، وذلك وفقا لنقاط فنية محددة. وقد رصد المؤتمر الكثير من الأفعال والأحداث التي يقوم بها البشر وتؤدي إلى تدمير البيئة وتلوث الطبيعة، كما حث المؤتمر بدور الطفل والفرد بشكل عام في حماية البيئة وأهمية العمل الجماعي المشترك لهذا الغرض. وإن مسألة حماية حوض بحيرة تشاد يدخل في برنامج الحملة التوعوية للساحة الخضراء، كما أن مشاركة الأطفال في المسرح الدولي في إطار حماية البيئة حظي بإشادة من السلطات التشادية على المستوى الوطني لصالح حماية البيئة الذي سيؤتي ثماره في السنوات القادمة، وذلك لإثبات جدارتهم هنا في بلاد توماي. نظمت شبكة جمعيات حماية الأطفال صباح اليوم بمركز المولى الثقافي نظمت مؤتمر نقاش، وذلك حول ميثاق الطفل الإفريقي. الزميل هارون عبا عدم حضر المؤتمر وعد لنا التقرير التالي. بمناسبة يوم الطفل الأفريقي الذي يصادف 16 من يونيو من كل عام، والذي أقرته منظمة الوحدة الأفريقية آنذاك في العام 1990، فقد أحيت شبكة جمعيات حماية الأطفال بالتنسيق مع مركز المنى الثقافي محاضرة تحدثت فيها السيدة نمايو غونجي ممثلة لوزارة العمل الاجتماعي وحماية الطفولة والتضامن، قائلة إن مسألة حقوق الأطفال فقد طرحت في العديد من المنابر على المستوى الدولي، وفي العام 1959 تمت المصادقة على بيان جديد يحتوي على 20 مبدأ يختص بحقوق الطفل، كما أن لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أصدرت نصوصا خاصة بحماية الأطفال والاعتراف بحقوقهم ومنحهم الحرية وإزالة كافة أنواع العنف التي يعانون منها. أما في العام 1990 فقد اتفق القادة الأفارقة على آلية جديدة واعتمادها، وهي المصادقة على الميثاق الأفريقي لحماية الطفل. من جانبه مدير حقوق الإنسان بوزارة العدل وحقوق الإنسان عبد الناصر قربوة فقد تناول بشكل مستفيض 4 نقاط أساسية، وهي المعاملة السيئة للأطفال والطفل نفسه وصمت المجتمع والقانون. وأوضح أن تشاد أعدت تقريرها المتعلق بحقوق الإنسان حسب توصيات منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة، كما أكد أن كل الثقافات الدينية والمجتمعية تضمن للطفل حقوقه. وقد تداخل بعض الحضور معقبين ومستفسرين، ورد المحاضرون على أسئلتهم. ولأهمية الطفل في المجتمع فإن المنظمات المدنية ترفع توصيات لحكومات الدول من أجل الأخذ في الاعتبار حقوق الأطفال، وخاصة في التربية والتعليم والصحة والرفاهية الاجتماعية.
هذا وقد حمل شعار هذا العام بمناسبة يوم الطفل الأفريقي لا يمكن تجاهل أي طفل من أجل تنمية أفريقيا. الزميل أحمد عدم سلط الضوء على أهمية اختيار هذا الشعار. دخل العام 28 من مسيرة أفريقيا في إحياء يوم طفلها، فقد تبلورت الفكرة وولدت مع مطلع العشرية الأخيرة من نهاية القرن الماضي، وها هو الطفل الأفريقي يرزح ويبحث عن موطئ قدم له بين الكبار، والآمال تنتظر من شعار هذا العام لا يمكن تجاهل أي طفل من أجل تنمية أفريقيا. المنتظر كبير من أبناء هذه القارة السمراء الغنية بثرواتها، التعهد بعدم تجاهل ما يمثل 40% من العدد الكلي لسكان أفريقيا الذي قدر بأكثر من 1.25 مليار، وقد يصل هؤلاء اليافعين إلى المليار مع مطلع العام 55 و2000، وهذا ما يؤكد شبابية القارة، وحسب بعض المراقبين العدد يشكل عائقا للتنمية، بينما قال آخرون إن ذلك يعتبر هزا. سواء هذا أو ذاك، فثراء القارة يكفي لمشاركة الشريحة والاستثمار في التعليم، الصحة، حماية واستقلالية المرأة. الحالة تدعو لتدريب معلمين وأطباء الطفل الأفريقي في حوجة الاستثمار فيه. التحديات كبيرة أمام الحكومات الأفريقية، فلا بد من الاستفادة من هذا الثراء وأن لا يصبح عائقا في وجه التنمية. كما سلط الزميل حسن جد عمر الضوء على المعاناة التي يواجهها الطفل في العالم بصفة عامة والطفل الأفريقي بصفة خاصة. يلجأ عدد من الأطفال إلى القيام بمهام أكبر من عمرهم بكثير، تتمثل في تحملهم مسؤولية الإنفاق على أسرهم نتيجة للظروف التي يمرون بها من أجل الحصول على لقمة العيش، بالرغم من أن عنايتهم والحفاظ على سلامتهم وتعليمهم ضرورة حتمية نادت بها كبرى المنظمات العالمية التي تعنى بشؤون الأطفال. فعلى سبيل المثال، هؤلاء الأطفال الذين يسترزقون من وراء هذه الأعمال التي تتمثل في رفع ونقل الطوب الأحمر والأخضر بضفاف نحر شاري. وجيت من دور نقل من بيف وقرف أول قناجر وقليت. أنا جيت نقاني كان نقدم وكان لوي كروس كان أمشي فوق نبيع نالي هلاقي وكان نقل فوق. فهؤلاء الأطفال أحيانا يتعرضون من وراء هذه العملية إلى كل أنواع المخاطر، بالرغم من أن هناك عائد مادي يعود من ورائها. أطفال بعمر الزهور كهؤلاء نجدهم هنا بضفاف النهر يعملون لتأمين لقمة عيش كريم لهم، بالرغم من أن حمايتهم وإعالتهم أمر دعا إليه قانون حماية الأطفال. فإلى من يعود سبب ضياع هؤلاء الأبرياء من التعلم؟ هل لأسرهم أم للأطفال أنفسهم؟ ولا يقتصر تشرد الأطفال على هذا العمل فحسب، بل نجدهم في الأسواق أحيانا يمارسون التجارة بمختلف أنواعها، والبعض الآخر يجوبون الطرقات والشوارع العامة، حيث ينوم بعضهم خارج البيوت ودور الرعاية دون أي معين ولا كفيل، نهاية مطافهم التسول أو السرقة، بغض النظر من أن الطفل من حقه أن يعيش طفولته على أكمل وجه، وأن كل هذه الأعمال وغيرها تعود إلى ابتعاد الأطفال عن بيئتهم الأصلية، بالرغم من أن تربية ورعاية الأطفال أمانة في أعناق الجميع. عقب تنصيبه حاكما لإقليم لوغون الشرق، فقد عقد مؤخرا حاكم الإقليم أحمد طه محمد اجتماع عمل مع المسؤولين الإداريين والعسكريين بالمنطقة، وذلك من أجل الوقوف على سير العمل بالمنطقة. الزميل محمود موسى الفيل حضر اللقاء وأدى التقرير التالي. من أجل التسيير الجيد والأمثل للدوائر الحكومية وشؤون العامة بالبلاد، وذلك بهدف ضبط وتنظيم العمل على النحو المطلوب بغية تحقيق الأهداف المنشودة والتي ترتكز على مبدأ الإنتاج المثمر لموارد الدولة. وفي هذا السياق اجتمع حاكم إقليم لوغون الشرق الجديد أحمد طه محمد بالمسؤولين الإداريين والعسكريين والتقليديين، ويأتي هذا الاجتماع بعد تنصيبه على رأس الإقليم في الأيام القليلة الماضية. وفي هذا الاجتماع
قدم الحاكم للمسؤولين الإداريين كل حسب اختصاصه توجيهات لإدارة الإقليم والتي تتمثل في احترام سلطة الدولة والسلم الإداري والتعاون التام بين جميع العمال والإداريين، وكذا احترام ساعات العمل وعدم السماح للغياب المتكرر دون مبرر شرعي. كما طلب الحاكم أيضا من الحضور التفاني في العمل والسعي من أجل تطوير وتقدم الإقليم. هذا وفي نهاية المناسبة وجه الحاكم توجيهات صارمة للمسؤولين العسكريين بالحفاظ على أمن وسلامة المواطنين من أجل العيش في سلام دائم بين جميع السكان بالمنطقة. هذا وفي سياق آخر شهدت ساحة الاحتفال بمدينة دوبا حضرة إقليم لوغون الشرقي حفل تنصيب قائد وحدة الدرك الوطني الجديد للمنطقة رقم 15 السيد نصر علي ترجو الذي نصب رسميا من قبل المدير العام للدرك الوطني الجنرال أنغام أورغامتي ميمتونغار إلي بحضور حاكم الإقليم أحمد طاح محمد وجمع من السلطات الإدارية والعسكرية بالإقليم. هذا كما شهدت المناسبة عرضا عسكريا شاركت فيه مختلف الوحدات العسكرية بالمنطقة. كما عقد حاكم إقليم السلامات إسحاق مالوة يموز عقد هو الآخر لقاء تفاكريا مع المسؤولين الإداريين والعسكريين وذلك من أجل مستقبل المنطقة. الزميل عادة محمد شرف الدين أعطى التقرير التالي. لقاء هو الأول من نوعه منذ توليه مهامه الإدارية كحاكما لإقليم السلامات في 9 من الشهر الجاري، فقد اجتمع الحاكم إسحاق مالو جاموس بالطاقم الإداري بالمنطقة وذلك لتقديم بعض من التوجيهات والوصايا التي تحوم العمل بالإقليم. هذا وأثناء لقاء حاكم إقليم السلامات إسحاق مالو جاموس مع المسؤولين الإداريين والعسكريين قدم عدة توجيهات تتمثل في الحفاظ على أمن وسلامة سكان الإقليم من التعرض لبعض الأمور التي تعيق الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما دعا الحاكم إلى ضرورة تحمل المسؤولية والجدية في العمل واحترام نظم وقوانين الدولة المعمول بها رسمياً. كما طلب الحاكم جاموس من المسؤولين العسكريين ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار لأن إقليم السلامات يقع في المناطق الحدودية التي تربط بين جمهورية السودان وإفريقيا الوسطى. واختتم الحاكم لقاءه بالتزام ضبط ساعات العمل التي تبدأ وتنتهي في الوقت المحدد للعمل. قدم مؤخرا مكتب الاتحاد العالمي للنساء المسلمات بتشاد قدم مساعدات للتجمعات النسوية بكل من مندلية وكندل والمساجد وذلك ضمن الأنشطة التي ينظمها الاتحاد العالمي فريق تشاد بتشاد. الزميل الحسين النور عد التقرير التالي. متابعة لتنفيذ أنشطته المختلفة التي يقوم بها سيما في الجانب الإنساني، الاتحاد العالمي للنساء المسلمات فرع تشاد قام هذه المرة بتقديم مساعدات إنسانية لمختلف التجمعات النسائية في كل من مندلية وكندل وذلك من أجل مساعدة النساء الريفيات في تنفيذ أنشطتهن التي يقمن بها. كما قدم الاتحاد بتلك المناطق أيضا ملابس للأطفال والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك. من ناحيتها الأمين العام النائب للاتحاد العالمي للنساء المسلمات مكتب تشاد طلبت من مختلف التجمعات النسائية المستفيدة ضرورة استقلال هذه المعدات من عجل تطوير أنشطتهن حتى تعم الفائدة النساء الأخريات بالمنطقة. وأثناء رجوعهن أعضاء الاتحاد العالمي للنساء المسلمات فرع تشاد استمرينا حتى وصلنا مدينة المساقط وهناك أيضا قدمنا عدد من المعدات للتجمعات النسائية وكذا ملابس للأطفال والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. وكل هذه الأنشطة التي قام بها الاتحاد العالمي للنساء المسلمات مكتب تشاد تدخل ضمن برامجه التنموية التي يقوم بها لصالح مختلف الطبقات النسوية. أما في الصفحة الرياضية فالشاب موريس مونجيل ماجي اللاعب التشادي الشاب يسطى سمعته في الدوري الكاميروني. حول هذا الموضوع عدلنا الزميل آدم حسن مكاوي وسلط الضوء على هذا اللاعب. ملك الهدافين في بطولة الكاميرون لكرة القدم في جولة مباراة الذهاب ماريوس مونجيل ماجي اللاعب التشادي الشاب ذو 19 عاما يقدم نموذجا حسنا لشرف وسمعة كرة القدم التشادية في دولة منتخب الأسود الكاميرون.
ابن مدينة دوبا لاعب فريق كوتون سبورت قروة يهيمن على بطولة الدوري الأول للكاميرون، وذلك بأخذه للنادي إلى قائمة ترتيب البطولة مؤقتا. أنا بلغ شغل جاي في قلبي، أنا قلت إلي نبقى فوتبولر كبير، وده بس أنا جاينا خادم كتير وخلاص جيت من سانتراجي على ورا جيت غازيلا سجاد مع كوتون سبورت وجاينا خادم لنمشي لقدام بطن. مدينة أنجمنا وتحديدا نادي الغزالة بي حيث كان يلعب موريوس، هناك الأمل تزيح الشك في مهارة وجودة اللاعب حسب ما جاء في لسان مدرب نادي الغزالة محمد بولي الذي أكد بأن موريوس وصل لهذه المرحلة بعزمه وعمله لتحقيق الهدف مما جعله يملك كل الإمكانيات. البستوليرو أي القناصي أو الطلقة لقب حصده موريوس بكثرة أهدافه، ويملك حتى هذه اللحظة 12 هدفا في جولة الذهاب دون الإياب، وهذا ما جعله أفضل هدف في بطولة الكاميرون لشهر مارس المنصرم وأفضل لاعب بالكاميرون لشهر أبريل، وأن هذا الظهور يلفت انتباه النوادي الأوروبية الكبيرة. أنا واثق فوق شديد نعرفه كان ماشى سيدارب ما في ياتو فريق واي في سويسرا، وأنا كده واثق شديد كان نعرفه ويقدر يمشي هناك وعنده ياتو قدرة اللي يقدر يمشي جيسا هناك في الكيبتو يقدر يلعب. أوكي، التوجه إلى مدينة زوريخ السويسرية للعب في صفوف فريق كارس شوبر لبدء العمل والمهمة الجديدة للارتقاء بمستواه الكروي هو ما ينتظر موريوس في الأيام القادمة ليسهم بشكل وآخر في إظهار براعة الكرة الشادية في أوروبا، ويسير على خطى الكبار كأندورام ومينغا كازمير ومن على شاكلتهم. التقى الدراج المغربي محمد أربوها الذي وصل إلى البلاد قبل أيام، التقى بالفيدرالية التشادية لسباق الدراجات وجمعية خريجي المغرب، وذلك حول التشاور حول تطوير رياضة سباق الدراجات بتشاد. الزميل آدم حسن المكاوي الذي حضر اللقاء وفانا بالتقرير التالي. بعد 24 ساعة من وصوله إلى الأراضي التشادية، سفير السلام والدراج المغربي محمد أربوها يتقاسم المعرفة والخبرات مع راكبي الدراجات الهوائية الشباب من التشاديين في بادرة طيبة من جمعية الخريجين القدامى للمغرب وجمعية أصدقاء المغرب بالتنسيق مع الفيدرالية التشادية لراكبي الدراجات الهوائية. الشباب من هواة هذه الرياضة جاءوا للوقوف على خبرة الدراج المغربي ذات 40 عاما في هذه الرياضة والاستماع إلى وصاياه لهم. فأنا أقول لكم يعني هذه الدراجة هي هذه الرياضة هي رياضة نبيلة وكبيرة وعظيمة، وأن ما فيهاش البروتكسيون يعني تحتاطون من الطريق في التدريب وتكون يعني أبطال وتشجعون الأبطال فيما بينكم إن شاء الله، ويكون تدريب يعني مقننة وتكون التدريب يعني تلو الأيام تلو الأيام الأخرى هكذا، ونسجل دائما الكيلومترات التي نقوم بها. أصحاب هذه اللفتة الخريجين القدامى للمغرب وأصدقائها تحدثوا عن الهدف من هذا اللقاء. تشوف أنا دم بس 58 داخل في 60 وبجي بطن بجي بس لجان هنا جميع المغرب بهجي مع ناس الشادين ده مع الشادين السيكليست ده يعني بنتي للتشجيع للشعب التشادي وتشجيع شوتو للشباب عن السيكليست عشان ما بليميتيس اللي ما في تشاد وبنشو بس ميم انترناسيونال. ولإعطاء هذه المناسبة ميزة خاصة قام الدراجين التشاديين برفقة الدراج المغربي محمد أربوها بجولة في داخل الاستاد. رئيس الفيدرالية التشادية لراكبي الدراجات الهوائية محمد بكر محمد ثمن هذه البادرة التي قامت بها جمعية الخريجين مما يسمح للفيدرالية والشباب بأفاق أوسع. المشاهدين الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.